بين ماتش النهارده وماتش الكاميرون اللي أيوة. بيتخللوا مباراه الداخليه، ايوه ازاي تستغله افضل استغلال عشان تحضر فرقتك لمباراتين مطالب فيهم مكسب في توقيت يعني الى حد ما حرج او حساس. رقم واحد، انا النادي الاهلي نادي كبير صاحب بطولات وبيلعب على كل البطولات دي، لازم تبقى جوه اللعيبه، اكيد ما موجوده دي، ما بس فيش، لازم انا كانت لا موجوده معانا في الهلال وكانت بالظبط، موجوده معانا في فلازم صن داونز. تبقى موجوده، لازم تبقى موجوده وما تقلش ثقتها ابدا جوانا. تتوقع تشكيله في تغيير في تشكيله ماتش الداخليه في اكيد اسماء ممكن اكيد، ما هو دي بقى او النقطه في الثانيه، اسماء انت مستنيها تظهر في مباراه الداخليه؟ هي دي اللي بقى اللي انا مستنيه، يعني انا مستني النهارده حته التدوير في الفتره الجايه دي عشان خاطر نوصل اللعيبه لحال الاستشفاء اللي يروحوا لماتش القطن بشكل كبير، ويروحوا بعد كده لماتش سان داونز بشكل كبير بشكل استشفائي كويس، يكون النهارده رايح نفسه موجود جسمه قادر يشيله ما يكونش مجهد. فالنهارده محتاج، النهارده لازم يبقى في تغيير كبير جدا في النادي الداخليه. اولا انا النهارده عندي خالد عبد الفتاح ده لعيب انا شايفه من ساعه ما جه لعيب مهم جدا، وفجاه لقيته قعد ومش فاهم برضو السبب ايه، من هو دخل بشكل كبير جدا، عايز برضو محتاج النهارده الصفقات الجديده، شفته عايز كمساك ولا باك رايت؟ والله انا شايفه الاثنين هايل بصراحه، انا ما بجاملش، هو اجت يعني الاثنين اشتغل في الاثنين وكان هايل. ايوه، كندوسي يقدر النهارده، ده لعيب من اللعيبه كده تقدر مثلا واحنا تقول بنتكلم مع كابتن خالد لاموشي انت قلت لي ان يعني انت مذاكر قندوسي كويس. ده يعتبر انا بعتبره نبيل فقير اللي هو بتاع ريال بيتيس، يقدر يلعب 10 يقدر يلعب 8، بصير رائع بيوصل بشكل كبير جدا، شويط قوي في التحاماته، مش هقول بطء يعني في بطء، ان نبيل فقير كانوا بيقولوا عليه بطء، بس هو يعني كورته لازم تطلع من رجليه صح، فرق بين ان انا اكون بطيء وفرق ان انا النهارده اعمل عليها مرتدات، يعني ممكن النهارده اعمل باص وانا في منطقه حساسه زي دي مركز 8 او مركز 6 او مركز يرتد عليا مرتد يعملها مشكله. فالنهارده هو عنده مش تقل، هو عنده يعني الكره بتطلع من رجله صح، بيقرا صح التحركات بتاعه الفراوده، بيقدر يقراها صح. فانا شايف ان شاء الله ان الفتره الجايه لو انا النهارده اقدر استغله، اقدر استغل خالد، اقدر استغل مش عارف الولد التونسي بس هو مع المنتخب طبعا، هيلعب النهارده ده انا بالمناسبه شايف عشان برضو من اللعيبه كويسه جدا، كريستو كان مصاب في ديليبرر اولى مرتين، هيشارك مع منتخب تونس. سريع، ديليبرر بكره هايل، اتجاهاته كلها ما بيحبش على الجون. طيب.